يتواصل التعاون والتعاضد بين مؤسسات المجتمع الأهلي لمساعدة المتضررين من الزلزال. جمعية نسور المدائن وبالتعاون مع غرفة عمليات لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة اللاذقية تقدم مساعدات متنوعة في منطقتي عكو ورأس العين بريف اللاذقية. نحن جمعية متعاونين مع محافظة اللاذقية بالتوزيع للمواطنين بحيث نكون سند معهم. عم نوزع هلا لقرية اسمها عكو بحدود 450 اسم، وبعدين على ريف جبلة على رأس العين 2200 عائلة. عم نحاول نحن قدر الإمكان إنه نوصل لأبعد ناس ولأكثر نقطة ما وصلت السائلة المساعدات. نحن اليوم عم نستهدف من خلال الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بجمعية نسور المدائن بلدتي عكو ورأس العين. حاليا تتم الآلية بغرفة العمليات تنظم توزيع هذه المساعدات بوجودها بالمستودعات واستلامها بشكل أصولي من الجمعية وتسليمها إلى العائلات المتضررة من الزلزال. نحن مكلفين قبل السيد المحافظ ومحافظ مشكورة بتوزيع إعانات للناس اللي متضرر بكارثة الزلزال. طبعا نحن مهجرين مرتين، مرة مريف الشمالي بسبب الحرب ومرة بكارثة الزلزال. تواصلنا مع الجمعية بكل أريحية والجمعية كان تعاملها كتير ممتاز، وناطرين حاليا بس تتم التوزيع. بالبلدية جمعنا دفاتر العائلة ورقمناها، أعطيناها أرقام من 1 لـ 2200. عندنا 2200 عائلة برأس العين ومزارع. تواصلنا مع المحافظة غرفة الإغاثة مشان الإعانة، وصلونا بجمعية نسور المدائن، ونسور المدائن اليوم إجت على رأس العين جايبة مع المواد اللي هي عبارة عن طحين وزيت قلي وبطانية. جايتنا أسماء بتوجيه من المحافظة، مقارن هاي الأسماء بالبطاقة بالأسماء اللي عطينا إياها برئيس البلدية والمختار، بحيث أنه إذا توافقوا أنه فورا نحن نوزع لهم ونعطيهم مستحقاتهم. عمل مستمر لتقديم العون والخدمات للمتضررين في محنتهم للنهوض من جديد. استمو دياتهم وكلهم زوق والله بابك هون كتر خيرهم، يعني أنه ساعدونا ووقفوا معنا وإيد بإيد. يعني مبادرة أهلية بجهود متكاملة لجمع المساعدات وإيصالها لمستحقيها.